بركاته. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. الحمد لله خاوتي لحقت بخير بعد 8 سوايع في الطريق، عييت شوية هذا وين لحقت، ما عنديش بزاف من لحقت تحت 2 هكذايا. حبيت علاجكم لا غالب اني شوية عيان، ما حبيت علاجكم باسكو ما راح نقعد هنا بزاف، حنولي ما فيها خير ان شاء الله. خاوتي اللي ما يعرفش مدينة النعامة هي ولاية جاية في الغرب الجزائري، في الشرق عندك ولاية البيض، وفي الشمال عندك ولاية سعيدة ولاية تلمسان، وفي الغرب المملكة المغربية المروك، وفي الجنوب ولاية بشار. هذه المدينة خاوتي قريبة بزاف القلب خاوتي. كي كان في عمري قعدت فيها رحلت، كي كان في عمري 4 سنين رحت للعاصمة، رحلت استقريت تما كان والعائلة تاعي. بخصوص الدراسة هنايا قريت سنة تحضيري وسنة أولى ابتدائي، ومن بعد هنايا في ولاية النعامة كاين مناطق سياحية بزاف تقدروا تروحوا لهم، تقدروا تروحوا تشوفوا لي غرافور في عين الصفراء، تقدروا يعني في جوجل دير عين الصفراء تخرج لك، تحب تجي لهنايا انت كتشغل ديكوفري حاجة جديدة، شغل بلادك ديكوفري حاجة جديدة. كاين تروح لتيوت، تروح المشرية، تروح بزاف البلايس خاوتي. وتقدروا تاني تروحوا لواحد الحمام طبيعي هنايا واسمه حمام ورقة، جاي منها يبعد على مدينة نعامة حوالي 90 كيلومتر هكذا. وتاني خاوتي كاين واحد المدينة هنا في ولاية نعامة فيها كثافة سكانية عالية، فيها اقتصاد تجارة بزاف. وشنو هي؟ هي مدينة المشرية، بعيدة حوالي مدينة نعامة 30 كيلومتر، وانا يا اصلي من تما. كيف دوكا حنروح نوريلكم شويه لا فيل تاع نعامه، ونروح تاني نوريلكم البريمير اللي كون غرافي هذوك الكرافيك. بون ليكيب دوكا راني قدام بريمير تاعي، عندي بزاف دي سوفونير قريت فيه، هو ابتدائيه بوج مع حميدات قريت التحضيري والسنه الاولى، ومن بعد تماك غيرت ابتدائيه. مدينة النعامة بكري 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 كان فيها النعام بزاف، سي بورسا سماوها مدينة النعامة. بون ليكيب دوكا راني قاعد قدام المسجد، هذا المسجد يعتبر أكبر مساجد في مدينة النعامة، هو مسجد الشيخ محمد بالكبير. دوكا تيكا راه مغلوق بسبب هذا الوباء هذايا، ان شاء الله يروح يعاود يفتحوا المساجد. قدام واحد المقام، هذا المقام اللي قدامي هذا مقام تاع الشهداء، واللي هكذاك نوري لكم اسماء تاع الشهداء. هنايا كل عام كل يعني احتفالات تاع الجزائر 5 جوي 1 نوفمبر يديروا احتفالات هنا.
كيف ان شاء الله تكون مزيان. دوزيام جور راني في واحد البلاصه اسمها مدينه عسلة. هذه مدينه عسلة ما جايه ماشي جايه في الهضاب العليا، جايه في الصحراء شويه بعيده على مدينه النعامه. هذه البلديه عسلة هذه يجوها بزاف سياح متزاير ولا اجانب كيجوا هنا يستفسروا ويتعجبوا. علاش يستفسروا ويتعجبوا؟ باسكو هنايا كاين عباد يلقاو لي غافور نقوش صخريه، يلقاو بقايا حيوانات تاع الديناصور، يلقاو كهوف مغارات كاع العفايس هادوما، وهادوما عندهم قرون وقرون. تي كاين واحد البلاصه هنايا قريبه لعسله اسمها قلعه الشيخ بعمامه. هذه قلعه الشيخ بعمامه تحمل اسم تاع هاد الانسان هذا اسمه بعمامه. علاش خدات اسمه؟ باسكو هو قائد المقاومه الشعبيه ضد الفرنسيين في 1900 صوره. ودوكا راني في مدينه الشلاله. هذه مدينه الشلاله ماشي تابعه لولايه دنعامه، تابعه لولايه البيض. بون ليكيب سكان هذه المدينه شلالة بزاف ناس طيبين وكرامة. كي يشوفوا واحد جديد جا هنا يحب يفيزيتي يعاونوه، يوروا له البلايص الملاح، يكرموه كلش. كيف شتو دوكا؟ هادو ما كامل 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 قبوره تاع قبوره تاع الشهداء تاع المقاومات الشعبيه، وعلى حسب ما قال لي بابا هنايا مدفون جد جدي يعني من اجدادي. ليكيب لحقنا نهاية هذا الفيديو، بإذن الله تكون عجبتكم، بإذن الله تكونوا اكتشفتوا حاجة جديدة. بإذن الله راح نكمل في هذا الكونسيبت تاع الفلوغ، والقادم أجمل بإذن الله. وآية السلام.